سمك الوطوط هذا معروف كل سنة في هذا الموسم، بيبدأ من شهر 2 لشهر 5 الأول 5، هاي موسمه. اليوم يعني أول يوم الصيادين الحمد لله بصيدوا تقريبا في 200 أو 150 سمك الوطوط، هذا اسمه سمك الوطوط. اليوم أول يوم بصيدوا في صيادين، وإن شاء الله في الأيام الجاية بيكون أحسن إن شاء الله. تعال ها تعال ها قسها.